ثمة رحلات شيقة، ولا أقصد هنا رحلات الصيد أو الاستجمام، وإنما تلك التي تسكن في روحها المغامرة والاستكشاف، كأن تبحث عن كنز أو أحجار ثمينة. أفضل أنواع الأحجار الكريمة تخرج من البحر. من شاطئ بحر غزة يبدأ هذا الفريق في التنقيب عن الأحجار الكريمة والنادرة التي تعد من الكنوز الطبيعية الأكثر روعة على الأرض. نواف النجار الذي يمتلك خبرة واسعة في هذا المجال يقود فريق التنقيب ويوجهه وفق معايير محددة للبحث عن أي حجر ثمين ونادر. البحر ربنا إيش قال؟ يخرج منه اللؤلؤ والمرجان والياقوت كمان، وفيه خيرات الحسان، يعني فيه أشياء كثيرة، فهذه رزقة زي الصيد. إلى يد الصائغ صلاح الكحلوت تصل الأحجار الكريمة والنادرة عبر فرقه الخاصة بالتنقيب والمنتشرة في كافة محافظات القطاع، فيقوم بفحصها والاستعانة بخبراء لمعرفة الثمين منها وشرائها بماله الخاص. بتجينا الأحجار بنعرفها بخبرتنا اللي عندنا إن أحجار كريمة أو مش كريمة. الأحجار مش كريمة نستبعدها ونستقطب الأحجار الكريمة. الحجر الكريم بنبدأ الجهاز نعرف إيش صفاته، إيش صلابته، إيش صلاته، إيش تكوينه، تكوين جيولوجي، تكوينه العمري الزمني. حجر الجوارتز الإيمتست. أنفق صلاح أموالا كثيرة إلى جانب 20 عاما من عمره في البحث والتنقيب وجمع عشرات الأنواع من الأحجار الكريمة والنادرة التي أطلعنا على بعضها. هذا حجر نادر جدا ومطلوب عالميا، اسمه نيزك التكتيت. الحجر الثاني يعتبر من النوادر، حجر الزفير، يعني له خاصية عالمية جدا وخاصيته أنه نادر جدا. أنشأ صلاح مركز فلسطين للأحجار الكريمة والنادرة شمال قطاع غزة، وحصل على التراخيص اللازمة من الجهات الحكومية المختصة في غزة لمزاولة هذه المهنة، لا لأغراض مادية بقدر ما يهمه أن يكون هذا الصرح منارة علمية لأغراض البحث العلمي لطلبة الجامعات والحفاظ على التاريخ الجيولوجي لأرض فلسطين. اخترنا اسم أكثر شمولية وأكثر وضوح، إنه هذا مركز فلسطين للأحجار الكريمة والنادرة. بهمنا أنه إحنا نتواصل مع التاريخ الجيولوجي للحجر ونعمل عليه دراسات، لأنه هذا المشروع لطلاب الدراسات العليا في الجامعات. للأحجار الكريمة والنادرة استخدامات كثيرة وخصائص طاقية كامنة، والنظر إليها يسلب العقول والقلوب. حازم البنا، الغد، غزة، فلسطين.